العراقيون عادوا إلى ساحات الاحتجاج والتظاهر، وبرغم أن جائحة كورونا ما تزال على أشدها، فقد غلب القهر على المخاطر، وعاد المتظاهرون ليرددوا المطالب والشعارات نفسها، وكأن لا حكومة جاءت ولا أخرى ذهبت. بعض الافتراضات تقول إن الوقت كفيل بأن يضعف قوة الاحتجاجات، والبعض الآخر وضع رهاناته على كورونا، بينما افترض آخرون أن مجيء حكومة مصطفى الكاظمي بوعود جديدة يمكنها أن تكبح ما لم تكبح ميليشيا الولي الفقيه. السبب هو أن المظالم ظلت هي نفسها، والوعود ظلت وعودا، والبلد على حافة هاوية بعد أن قاربت خزينته على الإفلاس بفضل ما نهب منها أو تم تحويله إلى حسابات الولي الفقير، لعله يغنى فلم يختني وأفقر كل الذين من حوله. الاحتجاجات لم تقتصر على بغداد، ولكنها امتدت إلى محافظات الوسط والجنوب، وهي المحافظات التي كانت موضع الرهان الطائفي قبل أن تنجلي الخسارة على فضيحة، عندما ندد المتظاهرون بأحزاب الولي الفقيه وطالبوا بطرد ميليشياته وأحرقوا قنصلياته ومكاتب الأحزاب. فبعد نهب ما يقدر بنحو 800 مليار دولار، ما يزال العراقيون يعانون من نقص الكهرباء، وظلت حكومات السيد ذي العمامة الخضراء تقوم باستيراده من محطات السيد ذي العمامة السوداء على سبيل المزيد من النهب، حتى أصاب البلاد قهرا لم تشهد مثيلا له أي بلاد. وترديا في الخدمات تجاوز الخيال إلى المحال، وفسادا لم تعرف مثله الأساطير. ذلك هو العراق، وتلك هي حكومته، وأولئك هم أولياء الفقه الأسود فيه الذين استولوا على الغنيمة. ولو أن الحكومة الجديدة لم تثبت أنها عادت إلى عادتها القديمة، فالعراقيون ربما صبروا ريثما يتمكن مصطفى الكاظمي أن يثبت على كرسيه، إلا أنه لم يقدم لهم إلا الفتات حتى الآن، وهو ما لم يكفي لكي يشعل لمبة واحدة إضافية في بيوت الحرمان. والمشكلة هي أن السيد صاحب الميليشيات ذات الصواريخ العابرة للقارات ما يزال يسخر الميليشيات لكي تنهب وتختال، منتهزا كورونا لعلها تمنحه المزيد من الآمال والأعمال. فلما ضاق الذرع عاد العراقيون إلى التظاهر، وهم يعرفون أن المخاطر تضاعفت، ولكن القهر تضاعف حتى فاق على كل المخاطر.